أهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. الكلام المفيد يبدأ الآن. الساعة تقترب من 9 والنهاردة في فسحة من الوقت عشان نستمتع أكثر بأستاذنا الأستاذ مفيد فوزي. مساء الورد يا ريس. مساء النجاح. مساء النجاح. النهاردة فرحة الثانوية العامة داخل البيوت. صحيح صحيح. تفسر بإيه يا تامر؟ أنه العلوم 74% وشعبة الرياضة 76% والأدبي 65%. تفسر بإيه؟ لا ده العلوم أكتر من كده، ده العلوم 88%. 88% والأدبي 80%. الرياضيات 80%. أيوة صح. والعلوم 88% والأدبي 65%. مظبوط. هل ذهب زمن المعلقات والشعر والفلسفة؟ لا، أنا في رأيي ذهب زمن المجاميع الخادعة. المجاميع الخادعة. كان جت فترة من فترات آخر 10 سنين كانت فيه الحكومات كانت عايزة تريح الناس أو تبسط الناس بالبلدي. فكانت فيه مجاميع. أنا كنت بستغرب وأنا بطلع هنا أعلن النتيجة أقول الأول عن الجمهورية جايب 104%. يعني إيه 104%؟ يعني عمل إيه في الامتحان مثلا؟ مش عارف يعني. ده تسوق على الوضع الامتحان. صحيح. وكذلك حاجات كتير والناس كتير جايبه 99.5%. ما كانش كده على زماننا يا استاذ مفيد. هي الحكومات تحب تبسط الناس قوي دي كده. في بعض الاحيان يقول لك بشكل خادع. طبعا يقول لك رايح الناس ابسط، عارف ابسط الزبون. فكانوا بيعملوا كده. كان بيبسط الزبون ودي كانت مجاميع خادعه. يعني انا فاكر طبعا ما اعرفش جيل حضراتكم كان عامل ازاي، بس جيلي انا اللي كان بيجيب حاجه و80% ده، يعني انا كنت جايب 88% في الثانويه العامه. نعم. وكان في 2% مستوى رفيع. نعم. فوصلت ل 89.5 تقريبا، فكنت من المتفوقين. يعني عملنا فرح بلدي وكذا لان انا كنت من المتفوقين وكنت الثاني على المحافظه بتاعت الجيزه. فوجئت بعد كده انه الناس بتجيب 97% بتخش كليه اللي هي عايزاها. ليه؟ لانه كان طب مش عارف التنسيق بتاعه 99% وهندسه 98%. ما كانش فيه كده. تفتكر لسه في الرغبات دي موجوده ولا الترند دخل اللعبه؟ لا طبعا الترند دخل اللعبه. طبعا طبعا. وما بقاش فكره الضابط ولا مهندس ولا دكتور، بقت الاحلام التقليديه في احلام الشباب. هو انا اقدر اسالك سؤال سخيف؟ لا، واسئلتك كلها مش سخيفه يا ريس. يعني انا لو سالتك قلت لك انت مش لابس دبله ليه؟ ترد عليا؟ اقول لك ان سؤال سخيف فعلا. عشان كده انا اعترفت في البدايه ان سؤال سخيف، يعني انا اعترفت بسخفه. لا انا لقيتك وانت بتتكلم عن الاهلي بحزن تام طبعا، ووشك خد صفه العصفور المكسور، فقلت ايه يا ربي صوابع تامر دي جميله كبيانيست، يا سلام، لكن مش لابس ليه دبله؟ عشان انا الدبله لم تفارقني. بجد؟ لا طبعا لم تفارق عمري. لا، عشان البيانيست الدبله بتضايقه. ما بيعرفش يعزف. ما جاوبتش. ما هو انا جاوبت اهو. البيانيست الدبله بتضايقه. لا انا عندي، وده يعني بموافقه المدام. نعم. انا عندي مشكله في حساسيه عندك؟ مش حساسيه بس ما ببقاش مرتاح. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان انا الساعه بتضايقني. يعني بس لولا انها اساسيه بالنسبه لي عشان اتابع الوقت. طبعا عارف القصه. طبعًا. خصوصا وقت الهوا. طبعا. بس انا في الاوقات العاديه لو انا بره الهوا تلاقيني. نعم. حتى لو قاعد في مكان تلاقيني قلعت الساعه وحطيتها جنبي علشان بجد ما بتضايقني. عشان كده تلاقي ايديا، حتى في ناس بتلبس مش عارف ايه، في ناس بتلبس انسيالات بتلبس كذا، فانا اي حاجه معدن تضايق بتضايقني. نعم. فاستاذنت المدام قلت لها عندك مشكله؟ فقالت لي لو الهدف مش البصبصه انا موافق. فوافقت يعني. خليني اقول لك ايه جوده الحياه عندك في اختصار. جوده الحياه؟ قائمه على الرضا. قائمه على الرضا. طيب تقدر تدرك انه بنتك او حفيدتك تعرف تقاوم السمنه بتاعتها؟ ده من الموضوعات شديده الاهميه في طبعًا المجتمع. طبعا تقدر تقاوم. لو عشان برضو الـ العقل صح. لو مش مرضيه.
لو مش سمنه مرضيه يعني في ناس لكن في الاكل ما عشان كده بقول لحضرتك ايه انا بعيب على ناس كتير انها تسيب نفسها زياده عن اللزوم وتقول لك اعمل ايه جسم بيتخن. لا، في كنترول وفي رقابه وفي نظام غذائي يسمح انه تفضل طول الوقت سواء الراجل او الست انه يفضل محافظ على وزنه وجسمه لنفسه مش لحد، لنفسه ولصحته ولشكله قدام نفسه وكذا، الا اللي مبتلى بمرض ده بقى ساعتها العلاج. طب لو كان الدولة بدأت تعمل صوت للأولاد، في تقديرك الشخصي ايه اهم شيء ينبغي انه يبقى محل لهذه الفحوصات؟ النظام الغذائي. تسمح لي اقول لك انا حاجة تانية؟ طبعا. بعتقد انه الفحوصات النفسية غابت شوية عن المدرسة، يعني ما عادش الملاحظ النفسي موجود داخل المدرسة. لا مش موجود طبعا. مش موجود؟ لا مش موجود طبعا. ولذلك ومش عارف الاخصائي الاجتماعي كمان موجود ولا مش موجود. مش عارف، كان في زماننا موجود. ولذلك انا بقول لك انه احيانا تكاد تكون المشاكل النفسية تطفو على السطح في صح صح، وبالتالي البيت ما بيعرفهاش. مظبوط مظبوط. البيت لا يعرف. عايز اقول لحضرتك انه دي يعني جزء اساسي فكرة التنشئة. تمام. مش بس تعليم. التربية، التربية نفسية واخلاقية وذهنية مهمة جدا بخلاف الجرعة التعليمية. فالحاج بتقوله ده ممتاز في فكرة ان الاخصائي النفسي او الاجتماعي هو شريك في بناء الطالب والتلميذ. للمدرس طبعا، شريك للمدرس. المدرس يدي علم. نعم. والاخصائي ومدير المدرسة والمشرف ونظر المدرسة بيدوا تربية وتنشئة واخلاق. خد بالك المرض النفسي كثيرا ما لا يبدو على الشخص. طبعا. ولذلك الاولاد الصغيرين انا فاكر جدا، على فكره كلنا يا استاذ مفيد عندنا صحيح. خلل نفسي ما. نعم نعم. مش لازم يصل الى مرحله المرض. نعم. بس كلنا في عندنا خلل نفسي ما. نعم. ويجب التعامل معه بحرص. في الاولاد السن المبكر بعتقد انه شديد الاهميه طبعا ان يتواجد الملاحظ النفسي طبعا. والراجل ليه بقى اللي حضرتك بتقوله مهم عشان الساده المشاهدين يشتركوا معانا؟ عشان الولد الصغير اللي داخل المدرسه في اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي وكذا، في ولاد صغيرين بسبب ظروف الحياة وطبعا البيئة والمجتمع وكل أسرة ليها ظروفها. نعم. ممكن ولد يبقى عنده عقدة من شيء بالظبط وهو صغير لسه. نعم نعم. الملاحظ الاجتماعي أو الأخصائي الاجتماعي أو الملاحظ النفسي قادر على أنه يحل له العقدة دي بدري. نعم. قبل ما تبقى عقدة وإيه وشنيطة. خليني أضيف لك حاجة. طبعا. لو أن هناك في تعاون يعود مرة أخرى بين المدرسة والبيت نبقى 100 فل وعشرة. صح صح. عارف زمان يا استاذ مفيد عارف فكرتني والله كان عندي مدرسه، بس هي كانت بتعمل كده لانها محترمه وفاهمه مهنتها كويس رغم انها مش شغلتها. نعم. كانت مدرسه انجليزي عندي في ابتدائي وانا فاكر اسمها لحد النهارده، كان اسمها ميس فاطمه. نعم. السيده دي انا عمري ما هنساها لانها كانت بتعمل اللي حضرتك بتقوله ده بحذافيره. هي كانت مدرسه انجليزي المفروض تدينا منهج الانجليزي، بس كانت عامله خط ساخن مع اولياء الامور. ده مهم. فكانت تكلم والدتي في التليفون تقول لها تامر النهارده كان مش كويس، كان مكسور او كان مش مركز في حاجه في البيت، زعلتوه او هو مثلا عمل كذا او كذا. يا سلام جميل. يعني هي عارفه مستوايا. نعم. وعارفه ادائي في الفصل في الحصه بتاعتها، لما تلاقي ان في خلل ما حصل ما جاتش كلمتني، كلمت تبلغ البيت والدتي. نعم. قالت لها تامر النهارده كان مش كويس، كان مش مركز، دماغه مش موجودة معانا، كان مكسور شوية، قاعد ساكت طول الوقت، مش عارف كذا، في حاجة في البيت أساعدكم فيها. فالخط الساخن ده مهم جدا جدا. أليس من الضروري في مناقشتنا اللي بنعملها أن نفتح الطريق أمام الدكتور طارق شوقي وهو تربوي قبل أن يكون تعليمي؟ صحيح. من الضرورة أنه عودة العلاقة بين المدرسة والبيت. لازم لازم. نعم. لازم المدرسة تبقى حريصة على التواصل مع البيت، والبيت يبقى حريص كمان على انه يفتح اسواره ويتناقش مع المدرسة. صحيح. والبيت هو اللي يكلم المدرس يقول له طب ابني بيعاني من حاجة، طب انت ملاحظ ان مثلا في كذا، لانه في النهاية علاقة تبادلية. نعم. علاقة تبادلية. وبيقعد في الفصل. نعم. في المدرسة تقريبا قد الوقت اللي بيقعده في البيت. نعم. يعني ممكن الولد اللي قاعد في المدرسة ده وهو قاعد في الفصل يقعد مبلم. طبعا. ولا تدري ما الذي جرى له. الملاحظ النفسي مع المدرس، يعني انا ببساطه شديده جدا عايز اقول انه تنشئه اولادنا، التنشئه النفسيه الحقيقيه
في رأيي تكاد تفوق طبعا مسألة التعليم. طبعا انت بتبني كيان متكامل، كيان انساني، كيان انساني متكامل. نعم. في النواحي النفسية والناحية التربوية والاخلاقية والناحية التعليمية. نعم صح. اي عنصر في الهرم ده يختل الهرم كله يختل. صحيح. لو انا قلت لك انه مبادرة اسمها صوتك مسموع، انا عجباني قوي والاسم حلو، تفسرها بايه؟ انا بشوف من وجهة نظري المتواضعة انها تعظيم للمواطنة. طبعا هو سؤال مين اللي عاملها؟ الدولة. الدولة. نعم. طبعا. نعم. طبعا تعظيم للمواطنة، لانه جزء اساسي من بنى الوطن هي فكرة الشراكة. نعم. ان كلنا بنشترك، مش حد لوحده بيشتغل وحد بيتفرج. صحيح. فعلشان انا اشترك، اول علامات اشتراكي في الحياة السياسية وفي الحياة العامة وفي بنى الوطن ايه؟ ان انا اقول رأيي. وان افتح قلبي. بس. ان انا اقول يا جماعة انا شايف انه كذا او اقترح. نعم. كذا. وصانع. نعم. القرار يسمع ثم ياخذ القرار اللي يراه مناسبا. نعم. فصوتي مسموع وصوتي واصل، دي مهم. مواطنة من الدرجة الاولى. السؤال نصف سخيف. ما تتضايقش من اسئلة السخيفة. بالعكس. لانها فيها جرأة. لا دي فيها عمق. متعاطف مع ابو تريكة؟ متعاطف مع ابو تريكة؟ نعم. لا هو مش تعاطف. مش تعاطف. مش تعاطف. انا بحب. انت رفضه. انا ايه؟ رفضه. رفض مين؟ ابو تريكة. لا مش رفضه. لا مش رفضه. يعني انت معترف بموهبة ابو تريكة. مليون في المية. ومقدر تاريخه. ومقدر ما قدمه للنادي الاهلي ولمصر في كرة القدم. نعم. ومقدر اخلاقه وسلوكه. اما فيما يتعلق باي شيء اخر القضاء هو اللي يقول كلمته. يعني انت بتخلي ابو تريكة تحت مظلة القضاء. طبعا. فقط. طبعا. انا فكرة انه ان احنا ندين احد نحكم على بعض. انا ضدها. لا من حق الاستاذ مفيد فوزي يحكم. نعم. عليا. نعم. ولا انا مع كامل الاحترام. نعم. من حقي احكم على الاستاذ مفيد فوزي. نعم. في النهاية انا احكم على تعاملك معايا عامل ازاي. اقول. نعم. الاستاذ مفيد بيعاملني باحترام، بيعاملني بتقدير، فانا اللي شفته على مستوى السلوكي لابو تريكة انه محترم وخلوق. جميل. لكن مستوى انه ارتكب شيئا ضد الوطن لنا ولا الاستاذ مفيد اللي يقول. صح. القضاء هو الذي يدين او يبرئ. تمام. هل توافق على الاجهاض حلا من احد حلول للمشكلة السكانية؟ لا. مطروحة. لا. لا. انا لا. نعم. ده رأيي الشخصي المتواضع. نعم. انه المشكلة السكانية حلولها كتير قوي 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 قبل ما نصل لمرحلة الاجهاض. حلولها اكتر. طبعا. مما ينبغي ان تكون. طبعا. ملاش بس علاقة. بس احنا نشتغل صح ويبقى عندنا ارادة حقيقية لضبط الانفجار السكاني. عندك فكرة اكتر فنانة تميزت بالجدعنة؟ الجدعنة؟ والله في كتير. انا هقول لك. يعني قول لي انت. مين يعني؟ انا شفت جدعانة دلال عبد العزيز الله يرحمها. وشفت جدعانة نادية لطفي. في جدعانة اخرى، جدعانة تحية كاريوكا. لا دي ما شفتهاش. ما حضرتهاش. تحية كاريوكا كانت اذا حدث لشخص ما ازمة تروح لبيته وتقعد تحتها. تحت. يا سلام. البيت. نعم. وقد تأتي بطعام اذا راح الحجز، وقد اي شيء. جدعانة غير عادية. معقولة؟ نعم. لا دي معلومة مهمة. نعم. بس انا شفت على فكرة ده. نعم. مع نادية لطفي. نعم. بتعمله كتير مع ناس. نعم. كتير. نعم. اعلم عن نادية لطفي. جدعانة نادية لطفي. كامل الشناوي قال عليها عبارة ظريفة جدا. ايه؟ قال انت عارف ان نادية دي ايه؟ قلت له لا يا فندم. قال دي نادية ولطفي. يا سلام. الله. يا سلام. الله. يا سلام. صحيح. صحيح. شفت الشاعر لما يستطيع انه يحول اسم الى حقيقة واقعة. صح. وبالفعل بولا. بولا هي نادية ولطفي. صحيح. نادية لطفي جدع جدا والله يرحمها. دلال عبد العزيز كانت ملكة الجدعان. نعم. مين في تقديرك او معلوماتك اللي انت بتعرفها اللي رفضت انها تمثل مع عبد الحليم حافظ وتقبل في فمها؟ مين اللي رفضت انها تقبيل في فمها؟ يعني معلوماتك اول ما يتبادر. لا ما عنديش معلومه. ما انا اجتهد بس. اعتقد انه ممكن جدا تكون فاتر حمامه. لم يعرض عليها الدور. لم يعرض عليها الدور. نعم. اصل انا بفتكر مين اللي قبلت. هي نادية لطفي.
هي نادية لطفي برضه. نادية لطفي في أبي فوق الشجرة حوالي 40 قبلة. لكن في فنانة رفضت، قالت لا إذا كانت في قبلات بهذا الشكل أنا أرفض. مين بقى؟ هي هند رستم. نعم، وكانت أصلح للدور. إيه ده؟ نعم، تصور تصور معلومة. دي معلومة مش مفاجأة يعني، معلومة طبعا سارة يعني جدا جدا. يعني شركة صوت الفن اللي هي بتاع عبد الحليم عرضت على هند رستم الدور قبل نادي رستم. فقالت أشوف السيناريو، فاكتشفت في السيناريو إن في قبلات كتير، في إن في قبلات كتير، وفعلا وهذا وارد في الفيلم. طب فلما قالت لا، فعبد الحليم غضب واتضايق. فكان العرض المباشر على نادية لطفي. قبلت نادية لطفي العرض وظهر الفيلم، والفيلم نجح نجاح شديد طبعا. والشارع المصري بقى يعد القبلات. معقولة؟ الناس تخش السينما تعد القبلات. ايوه يا نهار ابيض. شوف وشوف شوف الغرابة. المتفرج المصري ده غريب. طبعا يا يعني باشا، احنا اللي بدعنا فكرة الفيلم قصة ولا مناظر. هو المعلومة المفاجأة انه هند رستم هي اللي كانت بطلة ادوار الاغراء، ترفض ترفض التقبيل. نعم. هي المفارقة هنا. المفارقة صحيح. المفارقة هنا. يعني هي عشان كده لما قلت لي مثلا مش عارف، قلت لك فاتن حمامة لان انا عارف انها كانت شوية متحفظة في. لا مش شوية كتير. متحفظة بشدة كتير، حتى هي قبلت لعمر الشريف. نعم صحيح. اما بقية الابطال فكانت تخش في صدره كده بس وخلاص. صح. ويبقى ده يعني المنتهى، هو وده الرمز. اسالك بقى انا السؤال. يا ريت. ومش سخيف. لا بس هو لا لا تقيل. لا. هل حضرتك مؤمن بحاجه اسمها السينما النظيفه؟ مش عايزه جدال. هناك سينما نظيفه كانت في قلب وعقل فاتن حمامه. انا عايز اقوم اقبل راسك واسلم شكرك. عليك لولا بس لا لا بعد حقيقي المسألة. عشان لما بنقول الكلام ده لا 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 الفنانين والمخرجين والمبدعين يقول لك انتوا جهله ومتراجعين ومتخلفين. هو لازم الفن يبقى فيه تقبيل حقيقي قائم على ان احنا كده، وانه لازم يبقى الاوضاع الجنسيه تبقى مجسده على الشاشه بالشكل ده. فين الرمزيه وفين الحاجات المحترمه؟ عشان كده حسين كمال برز كحقيقة كمخرج أنه كان يلجأ للإشارة الرمزية والرمز. نعم. وفاتن حمامة استطاعت أن تجسد في تقديري المرأة المصرية الصبية والشابة والتلميذة و و و و و وكانت بليغة في هذا. صح. التأكيد. وكل أدوارها تقريبا كان فيها. نعم. حب. نعم. بس ما فيهاش رخص. صحيح صحيح. ما نفسكش تشوف ستات زمان. ستات زمان. هوانم زمان. طبعا. انا عايز اقول لك ان انا طول هوانم الوقت زمان. انا طول الوقت متيم بهوانم زمان. هوانم زمان ما كانوش يلبسوا ابدا اهم. ادي هوانم زمان. يا سلام. بين الست ام كلثوم. يا سلام. هوانم زمان شوف بيلبسوا فساتين، ما يلبسوش البنطلونات المحزقه. انا كنت لسه هقول لك ولا المبهوقه. ولا المبهوقه. انا طول الوقت بحن، بس ده عشان برضو ما حدش يزعل مني. ده رايي الشخصي المتواضع. انا بحن طول الوقت وبميل لمنظر الانثى. الانثى. نعم. اللي هي ليدي، اللي هي كده. نعم. البنات دلوقتي المسترجله. صحيح. مسترجله بتلبس تيشيرتات الولاد وبنطلونات الولاد. ولما شعرها لمت الولاد. طب وليه؟ نعم. يعني ايه الخوجنه في كده او الحداثه في كده؟ البنت تفضل بنت طول ما هي محتفظة بأنوثتها. الفستان يعيد المرأة إلى عصر الأنثى. طبعا. وعصر الروقان. الروقان. نعم. هكذا كانت فاتن حمامة. طبعا. عصر الروقان. طبعا. أنا مش فاكر الحقيقة إن أنا شفت فاتن حمامة ببنطلون. أبدا. تصدق مش فاكر؟ أبدا. عمال أفتكر دلوقتي كل أفلامها وكل مش عارف إيه، مش فاكر إن أنا شفتها ببنطلون. شوف الجمال لما كانت فاتن حمامة تبقى عندها عيد ميلاد تحب تعمله مع زملائها. مع زملائها في الفيلم. الله.
يعني فيلم اللي اسمه عادل الأعصر عملت العيد الميلاد وهي في الاستوديو في الفيلم. وانا هو ده اهو هذه هي فاتن حمامة، انا على يمينها لو تاخد بالك طبعا، والاستاذ عادل الأعصر اللي هو المخرج موجود. وتحس انها سعيدة جدا، ولما جينا نصور واعمل معاها حوار قالت انا مش هستخدم كاميراتكم، هي اللدغة كاميراتكم، انا مفيد عاوزاك تهتم بكاميرا السينما. يا سلام. فتصورنا بكاميرا السينما. نعم، وهي كاميرا تزيل في بعض الاحيان بعض الاشياء. صح، من نعم. بالفلاتر بالفلاتر بتاعت السينما. بس برضو يا استاذ مفيد برضو لازم الحق يقال، انت كنت عندك مجموعة من القمصان. نعم. وقتها. ايوة. انا عارف. أيوة. صح. هتذب هذا. استاذ مفيد كان دايما يقول لك بطلع بيها في حديث المدينة كلها. كلها. نعم. مش القمصان العادية اللي نعم. لا لا مش نعم. كده. نعم. كله لازم يبقى نعم. مفرقع بزركش اللي هي بصمة مفيد فوزي. حتة الجدية اللي عايز اقول لك عليها، انه سيادة الرئيس النهاردة بعت مدير المخابرات العامة الى رام الله وتل ابيب. رام الله وتل ابيب عشان يقابل محمود عباس ابو مازن. مظبوط. انا كنت قابلت ابو مازن يوما ما، وقعدت معاه ودار بيني وبينه حوار طويل. قال لي من ضمن العبارات المهمه انه هكذا هذه الصوره. يومها قال لي يا استاذ مفيد القضيه الفلسطينيه قد تمرض ولكنها لا تموت. قال لك كده. تمام. فلما قلت له مات عرفات، فاين القضيه الفلسطينيه؟ قال لي قد تمرض ولكنها لا تموت. نعم. وهو على حق. نعم. طبعا انا حريص ان انا اقول لك على فيديو في ممكن ارشيفي. قبل نعم. الفيديو قال لك اتفضل. بس طالما كلمه ارشيف جايه اهي. نعم. يبقى ايه شوقتني. وبالتالي انا عليا ان انا ايه اشوق. نعم. الناس اتفضل. فهنشوقهم بفاصل ونرجع نشوف كنوز ارشيف مفيد فوزي. اشكرك يا فندم. اهلا بحضراتكم. بعد الفاصل موعد الارشيف، وما ادراك ما الارشيف المخيف للاستاذ مفيد. نعم. هو فيديو انا بتكلم فيه عن عبد الحليم. حضرتك اللي بتتكلم فيه. نعم. بس من قلبي. كويس. الفيديو ده من قد ايه؟ من في الفترات الاخيره من حياته، من حياه عبد الحليم. كان لسه على قيد الحياه. وكان مهم جدا بالنسبه لي ان انا اقول اللي في قلبي مش اللي ينبغي يتقال. يا سلام. نعم. ده مهم قوي. وعايز اقول لك انه في الحوارات الداخلية انا مثلا لما كنت بأدير ندوة عن السكان في المجلس الاعلى للثقافة، من جوايا قلت كل اللي بنقوله ده ملوش قيمة، فهم اندهشوا وهم أسماء لامعة وشخصيات. قلت على فكرة ما لم تصبح مبادرة لرئيس الدولة لا نجاح لهذا العمل. تمام. القضية السكانية تحتاج أعلى رأس في الدولة يضعها أمام الناس لكي تكون محور حديث كامل. ممتاز. من قلبي، من منصة وطنية. طبعا. من الداخل. طبعا. نعم. طبعا. ده الفيديو ما كانش عندي فكرة بيه، لكن اتبعت لي فشلته في أرشيفي، أرجوك أن تلاحظوا. خاطر. يا سلام. شوفي، فاتت 15 سنة وقاعدين نتكلم قدام تلفزيون. هنقدر نتكلم لأنه عبد الحليم تنهيدة كبيرة، أحلى تنهيدة. لما تجيب التنهيدة دي وتحلليها تكتشفي أنها مزيج من الحب والشجن والأسى والبهجة والمتعة. عمرك شفتي صوت يمكن أن يكون تأشيرة إلى عالم الجمال؟ صوت هذا
صوت هذا النحيل. وانا بقولك انه عبد الحليم حافظ ده بنتكلم عنه حتى الان وسوف نتكلم عنه زي ما تفضلتي وقلتي، لانه فيه اربع مفاتيح. الاربع مفاتيح دول بتعبر عنهم اربع صور. صور مع حضرتك. امال. كويس. الصورة الاولى بتعبر عن فنان عشق الموسيقى واخلص لها وحس بيها واعاد على العود، معناه انه مخلص بعمق باللي بيغنيه وعمال يشتغل ويدندن، ولما يجي اللي بيكتب النوتة يقول له خواطره ويتناقش مع الملحن ويقول له ده حلو بس يبقى افضل لو كان كده. اذا خواطر عبد الحليم حافظ اللحنية كانت محل احترام الملحنين. في واحد في مصر بس طبعا دمه خفيف جدا ورقيق وظريف واموت فيه، اسمه كمان الطويل، تقول له يا استاذ كمال عبد الحليم كان فيه ليه خواطر لحنية، يقول لك لا 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 لا، خواطر لحنية ايه، عبد الحليم ده احسن مونتير في الاغنية المصرية. لا يا عزيزي كمال. هو رأيه كده، لا يا عزيزي كمال. وبعدين طبعا ده شكل من اشكال الكبرياء. هو الاستاذ الموجي كان اعترف بدوت وقال ان هو الموجي غير جزئية وبليغ معترف. وانا يا مدام فاطمة شفت بعينيا عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب. أيوة. وشفت بعينيا النغمة اللي طلعة من شفتي عبد الحليم وبيسمعها عبد الوهاب وازاي بيحترمها. اذا الصورة الاولى الاخلاص للموسيقى. دي شخصيته. انه هو كان في جدل وقتها على قدرات عبد الحليم اللحنية والموسيقية. نعم. وكان عبد الحليم بيسمع اللحن وبعدين يقول وجهة نظر. وغالبا كان بيؤخذ بهذه وجهة النظر من ملحنين زي بليغ حمدي وايضا محمد الموجي. لا، ولما بليغ ياخد بوجهة نظر عبد الحليم او بوجهة نظر اي حد. نعم. يبقى حد بيفهم. انا فاكر كان كنت لما احضر ده ابقى قاعد في حالة صمت. أي. فيقول ايه يعني لو قلت تا 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 فبليغ يقول ايه قولها تاني عشان يكتبها بالنور. يا سلام. أمال. كمال الطويل كان بكبرياء شديد يرفض، يقول لا هو مونتير عظيم. مونتير. نعم. وحقيقة الامر انه كان لما بيغني غنوة يغني يتامر الكلمة 7-8 مرات. وبعدين يروح المونتاج فيقول له ارجوك سمعني، فيقول له عدى النهار عدى النهار، يقول له خد الاولى فعدى وخد من التانية النهار. يا سلام. عشان يبقى عدى النهار. انا ما شفتش في حياتي كده، ما شفتش في حياتي الاعجاب الجنوني بهذا الشغف للمزيكا. ما حصلش. وطبعا انا لما بسمع النهاردة مش اسمع، لما ودني بتطرطش كده، شوف انا بعمل ازاي، حاجة حمو بيك حمو مش عارف ايه بتاع، مش بحزن وانا قاعد في البنوار الحياة الان. بحس انه كان فنا. كان فنا. كان فنا. صحيح. ده صحيح. كان فنا. مظبوط. نعم. مظبوط. بس فكرة وحضرتك قلت الكلام ده، علاقة عبد الحليم بعبد الوهاب كانت علاقة خاصة. وكان في ناس يقولوا ان كان في بينهم يعني مشادات ومشاحنات، رغم انه اللي انا كنت اعرفه كتامر. نعم. انه لا، كان في رعاية. نعم. وكان في احتضان من عبد الوهاب لعبد الحليم. شوف، عبد الحليم هو الذي نجح في عصر عبد الوهاب. هو الذي نجح في عصر عبد الوهاب. قولا واحدا. ناس كتير جدا. وحضرتك مسمي عصر عبد الوهاب؟ نعم طبعا.
ناس كتير جدا طلعوا، ومع ذلك منهم مأمون عبد المأمون وناس كتير يعني قلدوا عبد الوهاب، لكن عبد الحليم جاء بنبرة أخرى. أدي القيمة الحقيقية في هذا الشفتة. هل عبد الحليم لما ابتدى بعض الأصوات والصحف خرجت وقالت أنه بيفسد الموسيقى الشرقية؟ كان مضحك. كان كلام مضحك طبعا. وكان عداوة كالعادة في الفن يا أستاذ سامر، في حتة أنا طبعا شفتها، عداء الجديد. طبعا شيء جديد طالع. وهو هذا الفتى يعني كان بيغني ويخش ياخد حقنة، يغني ويخش ياخد بقه مية. يعني أنا شفت فنان أقدر أقول لك أنه بيحترق ليضيء للناس، الله، وبيحترق ليسعد الناس، وغالبا كل ما غناه ربما أيضا قد فضفض به للكتاب. يعني هو طلع من قلبه حكايات خاصة يقولها للكاتب، فالكاتب يكتب منهم بلاش العتاب. دي نعم معاناة عبد الحليم. نعم، في يوم في شهر في سنة. نعم، والأبنودي لما كتب له عد النهار أيام النكسة، كان عبد الحليم يبكي، طبعا يبكي النكسة طبعا. ولما مات عبد الناصر أنا بكيت، بس أنا بكيت انكسار قائد. تمام. نعم، عبد الحليم كان بيبكي بكاء شديد لأنه أغاني عبد الحليم الوطنية كانت واجهة نظام. طبعا طبعا واجهة نظام، صحيح. فعد النهار لما كتبها الأبنودي كان في بعض الأحيان يوقف التسجيل لأنه في عبارة من العبارات، وبلدنا على الترعة بتخسر شعرها، جاء نهار مش عارف ايه مهرها، عبد الحليم يبكي الدموع نزلة. فإذا عمر شفت، ما شفتش أنا في حياتي أبدا فنان بهذا الجمر والجنون والشغف الموسيقي الحي. هو يعني ترهبا للفن. نعم. وأعطى حياته للفن ترهبا تماما. وهو نعم. زي ما حضرتك تفضلت، هو عبارة عن كتلة مشاعر بيترجمها في صوت. طبعا لو عاش في 5 دقايق بثلاث تابلتس أقراص كانت راحت البلاوي، بالهرسيا. نعم، والكبد وبتاع، لأنه هو مريض بالهرسيا لم يستكمل العلاج يا حبيبي. بس يا حبيبي عمره. عمره عمره تمام. عمره تمام. طيب عندنا كليب تاني للحوار. اتفضل. الصورة الثانية أنه شرب من الأستاذ. شرب، نعم، شرب عبد الحليم من الأستاذ التقاليد، وشرب الفن، وشرب الدقة، وشرب الانضباط الشديد، وشرب الشعور بأن الفن قيمة في الحياة. بس أستاذ مفيد، يعني الصورة بتجمع الأستاذ الكبير عبد الوهاب مع عبد الحليم حافظ. تألق عبد الحليم حافظ في عز عصر عبد الوهاب وأم كلثوم. تألق، أنا أستخدم التعبير الدقيق. نجح في عصر عبد الوهاب. مش نجح بس، وما كان من الممكن إن حد ينجح في عصر عبد الوهاب. السبب بقى أنه تألق ونجح بهذا الشكل؟ لأنه جاء ممتطيا حصان نظرة جديدة. هذا الولد النحيل قبلوا ناس كتير حاولوا يقلدوا الموسيقار، وسقطوا في الامتحان، وسقطوا في الفخ من غير ما نقول أسمائهم. وجاء بعد عبد الحليم من حاول برضو تقليده احتراما. أما هذا الشاب النحيل فقد نجح في عصر عبد الوهاب. نجح بإيه؟ بنبرة جديدة، بأداء جديد، بلسعة تكويكي، بلسعة تكويكي، وتحسي ان واحد صوته بيدخل في مناطق الاحساس الذاتيه
ومناطق العاطفة ويحرك فيها ويثير الشك. خد بالك ان عبد الحليم جوزائي زي مولود في شهر يونيو 1921. انت متيم بقى عبد الحليم. نعم. خد بالك انه فاتن حمامة جوزائية زي. يعني انت مؤمن بتلاقي الابراج دي الى حد كبير؟ اوعى تكون حنان اثرت عليك. لا 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 لا, لا انا عارف. لا 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 حنان اذا كان هو يعني لحد كبير مؤمن, حنان مدمنة ابراج. حنان ترى ان البرج له صفات لكن عمرها ما تنبأت بالغيب. لا لا طبعا لا ده مسألة اساسية. لا طبعا بس نعم. لا بس حنان في فترة أنا بتهيألي خفت شوية دلوقتي ربنا نعم. شفاها شوية بالقصة دي. حنان في فترة من الفترات كانت بتقيم الأشخاص بناء على البرج. كنا بقى قاعدين مش عارف في مكانه وبتاع, فحد يخش تقول له أنت برج, يقول لك يا ساتر يا رب. يا راجل ما فتحش بقه لسه يا حنان, مجرد برجه عرفت إن هو شخص ما ينفعش يتعامل معاه. وفاة حمامة كده مفيد جدي. طيب انا هشتغل معاه. معقوله؟ والبرج الناري قوي ده اللي هو نوفمبر اسمه. لا ما تسالنيش انا ولا اعرف. انا ولا اعرف ولا ليا في الابراج خالص. تقول لا ما اخدش خطوه قدام علشان. يا سلام. نعم يعني الدرجه دي. تقيس البشر بالابراج ومش هي بس, مجموعة كبيرة. لا أنا عارف إن في ناس كتير. نعم. ناس كتير. نعم. في ناس بتقرا حظك اليوم والأبراج دي وبتاع ما بتنزلش من البيت. صح. والله ده حاجة غريبة جدا جدا يعني. صح. لكن سر يعني انبهارك وإعجابك وحالة الوله اللي حضرتك فيها لعبد الحليم بس لأنه فنان بهذا القدر وهو طبعا كده, ولا كمان لصداقتك له؟ يعني الصداقة لصداقتي وجدعنته. وجدعنته. لان انا لما اترفدت خدني بايدي ورحنا سوا في مكتب صلاح نصر. يا سلام. وقعد وسالني صلاح نصر اسئله كده وانا كنت برتعش. صلاح نصر كان اقوى رجل في مصر طبعا في هذا الوقت, المخابرات تعلم القوي. تماما. فقال له انت بتراهن ليه على الاخ صلاح نصر بيسأل عبد الحليم؟ الاخ مفيد. فقال له يا فندم انا براهن على مصري مؤمن برسالة الرئيس وبمصر, وهو مصري قبطي يصلي في الكنيسة ان رب يحفظ مصر. فقال له تكتب الكلام ده؟ قال له اكتبه فندم, اديني ورقة واكتبه. انه عبد الحليم حافظ هو على حد تعبير سعاد الصباح الصديق الصديق. يا سلام. يعني ما اقدرش اقول اكتر من الصديق الصديق. انه امام مدير المخابرات طبعا يقول هذا الكلام عني. هو قال في الاخر قال له انا ما عنديش حاجه ضده, شوف وزاره الداخليه. وانا كنت في ذلك الزمن قد فصلت أثر مقال. والرئيس عبد الناصر الله يرحمه قال ابقى احسنوا السيناريوهات شويه, وهو بير من مجله كده. يا سلام. نعم. والمقال كان يتكلم عن اعداد ارض بالتمثيل كانها تمثيليه. يعني الوزير الزراعه السيد عبد المحسن ابو النور يروح يشوف ارض ليس فيها شيء على الإطلاق, ولكن عربات الاتحاد الاشتراكي كونت تمثيلية كما لو كان يعيش. عشان كده أنا انجرحت كتير في حياتي من هذه المشاهد, وأصبح المشهد الذي يجري الآن حقيقة إنه شهور وتطلع مدن, أسابيع وتطلع محاور, أيام وتلقى معرفش. صحيح. يعني الحقيقة هنا أنك ترى الشيء الحقيقي على الأرض نفسها. مزبوط. وليس كلاما ولا وهما. صح, ده كلام مزبوط. نعم. مزبوط 100%. نعم.
هي القصه كمان انه عبد الحليم يمكن حته الجدعانه دي مهم ان حضرتك تشرحها للناس، لانه في ناس كتير كانت بتقول حتى من المحيطين بيه، ويمكن ده بقى جزء من النفسنه او جزء من الغيره، ان اتقال لك ان عبد الحليم لا، عبد الحليم كان اناني وكان بيحب النجاح لنفسه بس، وما كانش يحب نجاح الاخرين. فالبعد الانساني اللي حضرتك بتتكلم فيه على فكره انه لا ده جدع وخدك من ايدك وراح، رغم ان هو ما يخصوش حاجه في الموضوع. وانا مش هيكل، مش هيكل، انا مفيد فوزي صحيح وقتها محرر مصري عادي يعني. طب هل ده كان دأبه معاك انت بس ولا كان لا جدع؟ لا. شوف الفرقة الموسيقية مش قادر اقول لك انا اللي معرفش عايز تليفون يجيبه له الدكتور ياسين عبد الغفار يعالج فلان فلان الفلاني، يعني محتضن المجموعة والناس. فما كانش معاك انت بس يعني. لا وكانت طبعا له صلة عميقة بحسين عبد القدوس وبمصطفى امين وبانيس منصور، يعني كان فاكهة المجتمع الثقافي. صحيح. طيب قبل ما نقفل، ايه اجمل اغنية لعبد الحليم حافظ في رأيي انا في اذن مفيد فوزي؟ بلاش العتاب. بلاش العتاب. نعم. مش معنى بحبها، ويمكن بتعبر عني تجاه ناس كثيرين جدا في الحياة. بلاش العتاب يا حبيبي. يا حبيبي. طب أجمل أفلام عبد الحليم حافظ؟ أبي فوق الشجرة. يا. نعم. غريب. نعم. نعم. اوعى تقول لي عشان الأربعين قبلة. لا 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 لا. ملوش أي علاقة بده. يا ريس. لا 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 لا. أنت اللي عددهم. ملوش أي علاقة. لا لا لا. هو مثل في الفيلم. هو. مثل. مثل يعني كان ممثلا في الفيلم. انا من وجهه نظري، اذا كان ليا وجهه نظري يعني، اتفضل. احلى افلام عبد الحليم حافظ يوم من عمري. يوم من عمري. حاجه ايه ده؟ نعم. حاجه ايه ده؟ نعم. والتركيبه كلها بتاعت عبد السلام النابلسي وزبيده ثروت وبتاع، حاجه حاجه تخبل يعني. نعم. واحلى اغاني عبد الحليم بالنسبه لي في رايك؟ بالنسبه لي. نعم. تفتكر ايه؟ في يوم في شهر في سنه؟ لا، نجح يرفع ايده. ايه؟ قارئة الفنجان. قارئة الفنجان. ليك حق. قارئة الفنجان بتعمل لي يعني، بتاخدني على سجادة كده، سجادة بتاعت علاء الدين وطير بيها. بتعمل لك حالة. حالة. صح. حالة طبعا، وبحس ان انا طاير على الارض ومش موجود هنا مع الناس. صح. الله يرحمه. تأذن لي اختم. الختام طبعا لك. كتبت هذه السطور. اصبح السلام والعناق والأحضان الدافئة والقبلات أسلحة فتاكة نخاف منها ونخشاها، وصارت عدم زيارة الأهل والاكتفاء بالتليفون أو بالرسالة أو حتى بالصمت دليل محبة وعجبي. غدا نهار آخر.